السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله في الجوله النهارده هاخدكم في مطعم تحفه قوي قوي في مرسى مطروح على ضمانتي برضو، عشان نكمل مع بعض سلسله المطاعم. لو انت طبعا عايزه تاكلي فرايد تشيكن، الاولاد طبعا بيحبوها جدا. في مطاعم كثيره جدا في شارع اسكندريه، بس الصراحه انا جربتها كلها ما كانتش عجبانا. بقى لنا 3 سنين كل ما نيجي مرسى مطروح لازم ننزل عند تشيكن اتاك وناكل عنده يوم من ضمن الايام المصيف. هيعجبكم جدا جدا، محل شياكه، محل نظيف، الاستقبال جميل. انا جربت السندوتشات بتاعته، طعمه حلو قوي قوي، والاسعار بتاعته مناسبه. احسن مطعم انا جربته في التشيكن في مرسى مطروح. بصوا انا بوريكم كده الاماكن اللي انتوا هتقدروا تقعدوا فيها وتاكلوا فيها، مفيش مشكله، او تاخدوا تيك اواي. وكمان هوريكم برضو ارقام الدليفري لو انتوا حابين، لو انتوا حابين تاخدوا الاوردر بتاعكم دليفري. انا هصور لكم دلوقتي المنيو، وفي اخر الفيديو هقول لكم العنوان. طبعا هما محلين جنب بعض، تشيكن اتاك والمحل التاني اسمه ديلي، الاثنين تحت اداره واحده. التشيكن اتاك خاص بالتشيكن، وديلي خاص باللحوم، البرجر لحمه والحاجات دي. بصوا بقى انا بصور لكم كده المنيو اهو مع بعض، هتعجبكم قوي قوي، يعني فعلا فعلا جودة السندوتشات احسن بكتير. هو ده، بص السندوتش ده انا برشحه لكم، انا هشاور لكم على السندوتشات اللي انا جربتها وهرشحها لكم معايا. وده برضو جميل جدا جدا، اللي هو دبل اتاك ده كان تحفة قوي، جربناه جميل جدا. وبصوا ده برضو، ايوه ده ايوه هو ده، كان حلو قوي، عجب اياد بصراحه، وهو دايما يطلب السندوتش ده. بيبقى مليان كابوتشا بقى وتشيز، وانتوا عارفين بقى الصوصات اللي العيال بتبقى مهبوله عليها دي. هيعجبكم قوي قوي، ويا ريت اللي يجربه يكتب لنا في التعليقات تقييمه ايه للمطعم عشان الناس كلها تستفاد منه. انا كده بصوا هطلع من المحل وارجع تاني عشان اصور لكم رقم الدليفري اللي هيبقى مكتوب عشان تقدروا تتواصلوا معاهم. اهو بصوا انا رجعت تاني عشان قلت له لو سمحت انا عايزه رقم الدليفري. بصوا العيش واصل طازه ازاي، ده رقم الدليفري بيوصل اي مكان في مرسى مطروح. عايزه اقول لكم ان العيش كان لسه واصل، وانا جيت له اصلا في حدود الساعه 4 عشان اقدر اصور لكم والمكان فاضي، يبقى عندكم فكره عامه عن المكان وتقدروا تقيموه عن ما يبقى موجود عملاء وكده. اياد بيشاور لكم اهو، فرحان جدا هو كل ما يجي هنا يبقى الدنيا اصلا هتطير بيه. بصوا ده المطعم اللي هو ديلي اللي هو تبعه. بصوا برضو العيش واصل له طازه، واصل له سخن، كل حاجته بصوا متعقمه. هتستلموا مع الاكل جلوفز عشان تاكلوا وانتم ماسكين الجلوفز. بصوا العيش عسل يتاكل حاف. بصراحه مطعم فوق 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 الممتاز، والشباب اللي شغالين فيه قمه في الذوق. بصوا ده المنيو بتاعت المطعم ديلي، هما الاثنين انا زي ما قلت لكم تحت اداره واحده. الاسعار برضو انا شايفاها في المتوسط كويس مقارنه بالاسعار اللي موجوده في باقي مطاعم مطروح، اسعار فلكيه. انما المطعم ده في المتوسط، والجوده بتاعته عاليه، يعني بناخد خدمه مقابل مبلغ متوسط. بصوا ده المبلغ، ده الاعداد بتاعت مطعم ديلي. على فكره لو انت هتطلبي حاجه مثلا من ديلي وحاجه من تشيكن التاك، تقدري تختاري اي محل تقدري تقعدي فيه. انا كده بصور لكم العنوان، احنا فين؟ احنا في عالم الروم اسفل قدام المصريه للاتصالات. هتقولي هي امتداد طريق محمصة النصر بتاعت اللب. هتركبي اي تاكسي تقولي له لو سمحت نزلني قدام تشيكن اتاك، الف مين هيدل حضرتك عليه. يا رب تكوني استفدتي من الجوله النهارده، وما تنسنيش من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.